هذه الأشكال وكأنها منحوتات مشكلة من الخزف أو من معجون أسنان براق. ولكنها في الواقع منحوتات افتراضية فقط، والذي صنع هذه المنحوتات هو هذا الرجل ماك ميلينغ، المنحدر من دورتموند والذي بدأ مشواره في الثمانينات كرسامي جرافيتي. ينبع هذا الفن من ثقافة شبابي، فقد ترعرعت مع علم الجمال الذي يؤثر علي إلى اليوم، ولو ترعرعت في أحد القرى لما كانت لي هذه المهنة. يلقى أسلوبه رواجاً في الإعلانات بصورة خاصة، وتستخدمه شركات عالمية لإعداد إعلاناتها. إنه يحتاج إلى 100 ساعة عمل لإنجاز أي رسم توضيحي. الغبار الملتصق هنا عبارة عن حملة دعائية لمكنسة كهربائية فرنسية. فاز ماك ميلينغ في أكتوبر الماضي بجائزة كليو، التي تعد أهم جائزة إعلانات في العالم عن فيلم إعلانات أعده لشركة إلكترونية كبيرة. إنه شعور رائع جدا، هذا ما كنت أحلم به في الماضي. لا أريد أكثر من ذلك. كما يزداد الاعتراف بماك ميلينغ كفنان بالطراد عبر معارضه الفنية في لندن وموسكو وبرلين، أو في معرض للفن الحديث في المعلم الصناعي بمدينة إسن. يعرض أحد المعارض الفنية في دورتموند أعمال ماك ميلينغ حصريا منذ سنة. بحثنا عن فنانين شباب ومبدعين في مجال فن الجرافيتي، فعثرنا فورا على مارك، وهو يعد فنانا متميزا بأعماله ويختلف عن الآخرين. رسوماته تبدو وكأنها صور براقة لأعمال نحتية، إلا أنها مجرد رسومات، ويعرض هنا للمرة الأولى منحوتاته الحقيقية. إن البحث عن المادة المناسبة يحتاج إلى وقت طويل. هذا هو الفن المعاصر في نظري، فبعد أن وقع بويس على طوبة الأجر لم يعد هناك شيء ثوري يمكن أن يحدث في عالم الفن. يوجز ميلينغ أعمالا فنية مقابل سعر مناسب يقدر ب 2500 يورو. لم يتصور المرء قبل عدة سنوات أن يشاهد فن الجرافيتي في معارض فنية. لقد قلب فنانون من أمثال البريطاني بانسكي أو دي فيس المشهد الفني البريطاني رأساً على عقب. هذه الجداريات ليست في معرض فني لا يزوره الناس العاديون، إنه فن معاصر وسيصبح شكلا من أشكال الفن المعترف بها. تمكن فنانون مثل ميلينغ من نقل فن الشوارع إلى صالات العرض الراقية، وانتزعوا اعترافا بفن الجرافيتي كفن قائم.